السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نستخدم موقع ناسا في ان انا اخد معلومات للمناخ ومعلومات خاصة بتوفير الطاقة. تمام، طيب هاجي هنا، ده طبعا جوجل مابس، تمام، المشهور اللي الناس كلها عارفاه. هاجي هنا واقول له انا عايز مثلا اي منطقة اللي انت عايز تعمل فيها المشروع بتاعتك. انا من منطقة المرج، تمام، من حتة اسمها في الشرفة هيت، تمام. هاخد الجزء دوت، تمام، شايف الجزء ده بعد كلمة ايجيبت هتلاقي بعض الأرقام، دي أرقام خاصة بالطول والعرض. هاخدها كده قط أو كوبي، تمام، وهروح هنا للموقع ده بتاع ناسا، هتلاقي الرابط بتاع وصل الفيديو. هختار داتا اكسس فيور، هيديني صلاحية إن أنا أختار أي منطقة من خلال طول والعرض، طول ودوائر العرض، بحيث أستخدمها في إن أنا آخد المعلومات من ناسا. تمام، بيقول لي قول لي المكان، فهاجي كده اديله المعلومات. تمام، طبعا لو قلت له هات لي المكان وجاب لي مكان تاني غير القاهرة، يبقى انا كده في عندي مشكلة في ارقام. بختار السستينابيلتي بيلدينج مثلا، تمام، عايز المعلومات اليوم ولا انترناشونال ولا دلوقتي. بيقول لي اختار الوقت اللي انت عايزه، طب انت ايه الملفات اللي انت عايزها؟ هقول له سيلكت اول، انا عايز كل الملفات ديت، تمام. وبعد كده بقول له مثلا انا عايز الحاجات الخاصة بالتمبريتشر مثلا، واقول له سبميت، او جابني هنا، تمام. يعني لو عملت زوم على الجزء هتلاقي فعلا هو جابني في منطقة المرج، تمام. هو دلوقتي بيعمل بروسيسنج وبيجهز الملف للمنطقة ديت. دي الملفات، في برامج كتيرة جدا بتشتغل بيها، ودي المعلومات اللي ممكن تحتاجها. طيب هقول له بقى انا عايز مثلا ملف سي اس في، تقدر تحمل اي ملف منهم مجرد ان تختاره وتدي له دي، هو حاطط له عرض، فبقول له سيف، واقول له افتح لي ملف الاكسل دوت. هتلاقي فيه معلومات اول ما دخل على برنامج من برامج توفير الطاقة او برامج السستينابيلتي، يبدأ يديك بعض المعلومات اهو بالشكل دوت، كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها. ممكن يكون الارقام دي بالنسبه لك مش واضحه، بس هو كاتب هو الدلاله بتاعتها، والبرنامج بيفهم المعلومات دي خاصه بالمناخ يبدا يشتغل عليها. فدي طريقه سهله جدا ان انت تحصل على معلومات حديثه وموثقه وتقدر تشتغل بيها من وكاله ناسا نفسها.